مرحبا بكم في وصفات عائشة. وصفة اليوم عبارة عن حلزون بالعجين المورق. راح تشوف في المقادير عندنا 250 غرام من العجين المورق، معلقة كبيرة من الهريسة، جوج معالق كبار من الزيتون الخضر مقطع، وحتو شوية ديال الفرماج. هذا الفرماج عندكم اختياري، اي نوع عندكم توفر في المنزل. نديرو شوية ديال الدقيق على العجين المورق باش ما تلصقيناش في الطبلة، وكنطلقوها. السمك ديالها تيكون تقريبا 1 سنتيم. ما كاينش فيها الطحين من التحت بزاف، داكشي اللي كتلصق في الطبلة، والأحسن ديرو الطحين باش كتمشي معاكم. هاد الشكل كناخدو كنقطعو مستطيلات، من الأحسن خدو من الجهة اللي كبيرة قطعو. كنتو دايرينها بحال هكا هي صغيورين، حاولو توسعوها بزاف لأنها غنحتاجو يكون عندها الطول كبير. غادي ناخدو تقريبا 2 سنتيم ونقطعو. أنا درت عيني ميزاني، بغيتو ديرو المسطرة ديروها ولا ديرو الكباري. الكباري هو طريف ديال الورق، قطعوه على حساب داك الطول اللي بغيتو. ان شاء الله في فيديوهات مقبله غادي نوريكم كيفاش الطرق ديال كيفاش تصاوبوه ويجيكم مزيان. هنا كنحيدو داك الزائد باش يتنفخ لينا، هذا ما عندنا ما نديرو به، باش تنفخ لينا خصنا نحيدو هادشي. هنا كنجيبو نحيد هادو بعدا باش تلقى فين نخدم. غنجيبو الحار، ناخد معلقة صغيرة، هنا كناخدو غير راس معلقة تنديروها في الوسط. شويه بشويه ماشي تكون وين يطلعي، هي تعطي ديك البنه ديال الحار. حيدوها. هنا غادي نشوفو، غادي نبداو نلويو بحال هكا. شتو بهاد الطريقه هادي الحار يولي لداخل، وهنا غنبداو نلويوها هاد الشكل. تعطينا الشكل ديال الحلزونه بهذا الشكل هذا. وهاد الجهه هادي غادي نديرو فيها زيتون خضر مقطع على شكل دوائر بهذا الشكل هذا. كيبقى الفرماج حتى كطيب لينا عاد كنديروها تدور شويه من الوسط باش كيتحمر لينا وتكون تجي فيها مذاق بنين. هنا غنستمروا بنفس العمليه حتى نساليو عند ندوزو المرحله اللي غادي ندهنوا فيها. بعد ما كنساليو كنديروهم في طاوه فيها ورق طهي، اولا كندهنوا غير شويه ديال الزيت. انا ما عندكمش هذا الورق، هذا كناخذو كنديرو البيض، شويه ديال البيض معاه واحد المغيطه ديال الخل باش كنحيدو الزفوره ديالو، وكندهنوا ليه الوجه باش يتحمر ويخرجوا مذهبين. هنايا كندهنوهم مزيان، حاول دهنو غير دوك الجنيبات غير من الجهه اللي مسرحه، اما الجهه اللي فيها الفيطاج ما حاولوا ما تقيسوهاش باش يخرج لكم التوريقه. هاد الوصفه اللي ممكن تستخدموا بها حتى دوك دابا خدمتو بلاباط فيتا وشطيكم، ممكن تستخدموا بها حتى هادو تخدموه بهم، لانه ماشي بالضروره يجيو عاليين. هادي طاحت هنا، كندخلو الفران مسخن من قبل درجة حرارة 180، كياخدو لنا واحد نص ساعة باش كيتحمرو ويطيب. بعد ما كيطيبو لنا وكيتحمرو كنخرجوهم من الفران. أنا خليتهم حتى بردو. غادي نديرو الفرماج، غناخدو الفرماج غادي نديرو غير في هاد التنيات هادو، شتي هاد التنيات ديال الدورة ديالو كنديروهم تما كيف الفرماج. هاد الشكل هذا اللي كان
كنساليو كندخلوهم للفران هذا شحال 180 واحد جوج ديال الدقائق غير كيذوب لينا الفرماج وكنقد بحال زون الحار والزيتون بعد ما كيوجدوا وما كيجيو بهذا الشكل هذا كنقدموهم الماء سخان باش تكون عجينه فتيه. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم. اذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم ولا تصوروا جديد ديال تابوناو باش نشوفكم حلقات اخرى مع وصفه جديده. الى اللقاء.